انت عانيت بغيابي كتير يا اخي، ويلي عشته انت كمان مو سهل. القصة كلها مخربطة يا مصطفى، انا رح اشهد معك. تحسن بالاول وارجع لوعيك، وبعدين رح ندور انا وياك على يلي نصبنا هالفخ ونلاقي اخي. نحن يا مصطفى لازم نلاقي كل الناس يلي خلونا نعيش بهالعذاب كلهم. رح تتحقق العدالة على ايدينا، لا تاكل هم. ان شاء الله رح نمحيهم يا مصطفى، رح نمحيهم كلهم. بسم الله. وهي صحتك صارت منيحة ما شاء الله، ما بقي فيك شيء أبدا. انت رح تزورني بعد يومين من هلأ، خلينا نشوف إذا فينا نرجع لك عقلك. سمحت لكم تروحوا، يلا ما عندكم شغل؟ يلا عن إذنك. يعني هلأ أخونا البطل مدفون هون؟ مين عمل هيك يا مصطفى؟ واحد اسمه بكري، هو يلي وقع حسن بهذا الفخ وقتله، بس أكيد وراه واحد تاني. الرقيب حسن كان عنده أطيب قلب. الموت بحر، أنا تركته ورجعت على الشط، بس حسن كمل فيه للنهاية وما رجع والتقى ببنته ومرته. كان عايش حياة حلوة كتير. خلى كل الناس يلي بيعرفوه مبسوطين بوجودهم جنبه. لو شفت كيف كانت جنازتك، كل العسكر يلي بتعرفهم اجوا ليحيوك، وحبايبك اجوا ليودعوك. بكيوا كتير عليك يا حسن، فراقك لإلهم عيشهم بحزن كبير. أنا بوعدك يا أخي حسن، دمك ما رح يروح على الأرض، ورح أنتقم لك.